جدك جدك كان واحد جدك واحد جدك موبيل جدك موبيل موبيل لوراسو لوراسو زكي وزكي وارين وارين حتى الواحد الواحد. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ليلى النجم، قناة تهتم بقضايا المجتمع. القضايا الاجتماعية طبعا هي مشاكل معقدة تؤثر على المجتمع ككل، وطبعا غالبا ما تنطوي على الفقر والجريمة، وطبعا التي هي ظاهرة تستوجب أكثر من وقفة لمعالجة الخلل. سنبدأ سلسلة من القصص الواقعية والأحداث الحقيقية عن طريق أم عمران. سنبدأ بالقصة الأولى على بركة الله. السلام عليكم، معكم أم عمران. إن شاء الله غادي نبقاو نحكيو قصص واقعية للعبرة من خلال قناة ليلى النجم، خليكم معنا. هاد القصة هادي اللي نحكي لكم اليوم جريمة في حق واحد الإنسان كان خدام في الخدمة ديالو، ما عليه ما به، خدام في بومبا ديال ليسانس. جاو عندو ناس كأي ناس غادي يجيو غادي يعمروا المازوت ولا ليسانس، عادي عمر ليهم ليسانس ديالهم او المازوت ديالهم صافي، نض كيجبد باش غادي يتخلص. عادي ديك الساعة وقعات الجريمة. جا داك اللي كان واقف حدا في الطوموبيل هزلو راسو دوز عليه من الوريد حتى الوريد، طاح مسكين في الارض مغمى عليه. هما ركبوا في الطوموبيل مشاو سرقوا له ديك الشكاره اللي عنده فيها الفلوس، مشاو كيجريو هربوا وخلاوه طايح في الدم ديالو غارق. من بعد فاق وبقى كيزحف على يدو رجلو وكيمشي باش يستغيث باي واحد يشوفه يعتقو. بقى كيضرب الجهة ديال باش يشوف واحد الصديق ديالو كان ناعس لداخل، بقى كيضرب باش يسمعو ما سمعوش. مشى واحد الدار كانت حداهم كانت ملاصقة مع البومبا قريبة ليها بزاف، مشى ليها بقى كيضرب بيدو وكيضرب في الباب كيضرب كيضرب. دوك الناس اللي حصل الحظ انهم كانوا كاينين في الدار حلوا السرجم باش يطلوا شكون هذا اللي كيدق علينا في هذا الوقت، شكون هذا اللي جا في هذا الوقت. بقى تيدق عليهم كيدق حتى طلع لي الراجل عرفو، قال هذا فلان مالو شنو توقع له علاش طايح في الارض. وطبعا هو ما قاد لا يهضر لا يغوت لا يعني شاد مسكين في عنقه وكيضرب بيد الاخرى. خرجوا عنده كيجريو عيطوا الاسعاف عيطوا البوليس، جاوا الناس جمعوا الناس شافوا المسكين في ديك الحاله هزوه في الامبولانس داوه للسبيطار اللي حداهم. للاسف من داو السبيطار، معروف ان مدينه صغيره السبيطار اللي فيها ما كاينش المعدات ما كاينش شي اطباء نيت كف اللي غادي يعتقوه، هزوه جاو عائله ديالو عيطوا ليهم هزوه داوه للسويسي الكبير بنو سينا. ديك الساعه دخلوه الاطباء، الحمد لله لقى اطباء في مستوى اللي عتقولوا حياته، وكما كنقولوا ان العمر باقي طويل. كان ميؤوس من الحالة ديالو أن عائلته قالوا صافي هذا ما غاديش يعيش غادي صافي النهاية ديالو، يعني كانوا الأمل ضعيف واحد الدرجة، يعني حيت كانت الإصابة كانت بزاف غارقة وصعيبة. الحمد لله أنه عاش بواحد الأعجوبة والعمر كما كنقولوا باقي طويل. كانت معجزة بالنسبة للأطفال ديالو للزوجة ديالو العائلة ديالو، كانت عندهم معجزة وفرحوا بزاف. ومن بعد خرج من السبيطار براء مشى للدار ديالو، ثم بدأت المعاناة ديال الزوجة والأولاد. كما كنعرفوا أن هذا الزوج هو اللي كان المعيل ديال الأسرة ديالو، هو اللي كان كيخدم كيجيب ليهم باش ياكلوا ويشربوا ويعيشوا. تما فمني مسكين وقعت له ديك الجريمه مشى للدار جلس انه شحال باش خصو يتعالج شحال خصو باش يرجع، غير نفسيا نفسيا كان مرض مسكين بزاف بزاف. تما الزوجه ديالو كانت عندها واحد المعاناه كبيره كتقلب على خدمه باش تلقى ما توكل وليداتها. الام ديال الزوج ديالها كانت تعطيها باش تعجن هكا الخبز لوليداتها، يعني الطحين كما كنقولوا حنا المغاربه،
كتطي الطحين صافي، كتعجن دوك الوليدات داك الخبيزات، كتخرج كتمشي كتاخد الخضره رخيصه تتسالي تسليل، كتبقى ديك الخضره اللي شايطه رخيصه كتاخدها كطيب لوليداتها، يعني كتقلب على اي حاجه رخيصه اللي تقدر طيبها لوليداتها ويعيشوا منها. مور هاد الشيء هذا تجاوزوا هاد المرحله، كبروا الوليدات كملوا القرايه ديالهم، جاوا من المدينه الصغيره اللي عايشين فيها جاوا مدينه كبيره، وخلات واحد الاثر نفسي بالنسبه للزوج ديالها مسكين، بقى حتى هو نفسيا ما تعالش، وخا داز 33 سنه بقى داك الاثر، حيت الصراحه المجرمين الى يومنا هذا ما تقبطوش ما شدوهمش، بقاو حرين، ما عرفناش واش ربي يخلصهم، واش شي جريمه تشدو فيها، واش مهم ما عرفوش المجرمين نهائيا شنو وقع لهم. ما عرفتش كيفاش كيفكروا هاد المجرمين، بغاو ينهيو حياه هاد الانسان، يخليو دوك الوليدات يتامى على ود جوج دراهم. للاسف ما كاينش الضمير، ما كايناش الانسانيه، وما عرفتش لحد الان واش خداو العقاب ديالهم او لا، حيت ما شدوهمش البوليس. نتمنى يكونوا خداو العقاب ديالهم من عند الله سبحانه وتعالى، ويكون خداو العقاب ديالهم في الدنيا قبل الاخره. كيف ما قلت لكم، ولادهم قراو كبروا، بدلوا المدينه اللي فيها حيت المدينه اللي فيها صغيره ما فيهاش الخدمه، جاوا المدينه اللي انا فيها خدموا الوليدات، الحمد لله عوضهم على ديك السنين وداك الالم والمعاناه اللي عانوا 30 سنه. يعني كنعاود لكم 30 سنه هي كتعاودها الام كانها غير البارح. الحمد لله هذا الانسان هذا عاش حياته مع وليداتو، كبروا وليداتو، عوضوه على ديك الجريمة اللي وقعت هذه 30 سنة والمعاناة والألم اللي دوزك إنسان مسكين اللي لحد الآن باقي الأثر ديالو، باقي يتفكروه، باقي كي ما كيقدوش أنهم حتى باش يعاودوا القصة كتكون صعيبة باش يعاودوها. الحمد لله أن هذا الإنسان عاش وكمل مع وليداته. كاينين الناس اللي تيتموا وليداتهم، وكاينين الناس اللي دمرات حياتهم، وكاينين الحمد لله هاد الناس كانت الخاتمة مزيانة، وكبروا الوليدات وتزوجوا وعوضوا والديهم وداوهم الحج وداوهم مشاو عندهم لأوروبا، ويعني داكشي كامل اللي عانوه الحمد لله تجازاو في الآخر، يعني داك العذاب اللي تجازاو في الآخر انهم كانوا عاشوا مزيانين من بعد ديك الفاجعه، وخدست عليهم معاناه كبيره، ولكن الحمد لله ربي عوضهم وعوضهم بوليداتهم. نتمنى تكون عجبتكم القصه ديال اليوم، وتكون هذه القصه للعبره ان شاء الله مع قصه جديده مع ام عمران. مع السلامه.